السلام عليكم ورحمة الله. طلاب صف الثاني المتوسط لمتوسطة الأكنان الأهلية، بهذا الفيديو راح أحدد مادة الامتحان اليوم غد إن شاء الله. Unit 6 Lesson 1 راح أخذ Exercise A و B which are page 78. اثنيناتهم راح يدخلون بالامتحان. Exercise C, okay, of lesson 3 and lesson 4, which are page 82. اثنيناتهم راح يدخلون ضمن مادة الامتحان. Lesson 6, exercise A و B, page 85. اثنيناتهم ايضا راح يدخلون ضمن مادة الامتحان. Page 86 راح أخذ exercise C of lesson 6 and lesson 7 اللي هي ال definitions أيضا داخله. Lesson 9 exercise A B page 88, exercise C and D page 89. يعني ال E ما راح يدخل، فقط ال A ال B ال C ودي. أجي على page 93. هذا التمرين جدا مهم. هذا التمرين طبعا ما راح أعتمد عليه، بس هو من أجيب أسئلة على الزمن present simple مضارع البسيط راح يدخل، زمن future simple with going to مستقبل البسيط بالphrase going to، ومن أربطهم اثنيناتهم خلال أداة الربط وين. يعني راح تكون عندكم ثلاث مواضيع grammar داخلة، اللي هي present simple tense، future simple tense with going to، و future simple tense plus when plus present simple اللي موجود شرحه بالقناة. Exercise G, H and J page 94. That's all about the exam. أتمنى لكم التوفيق. باي باي.